بالنسبة لأسئلة المواجهات اللي ممكن الأهلي بيريدها وكده، أعتقد أنا وضحت في أكثر من مرة إن بعد لما تأهل الـ4 فرق إنهم كلهم مؤهلين للحصول على البطولة، وفي نفس الوقت الأهلي خلاص مجهز نفسه، لكن كل تفكيره في المرحلة الحالية إحنا عندنا مباراة مع الفيصلي، هي دي الأهم بالنسبة لنا، وهي دي الخطوة اللي إحنا بنفكر فيها، وإن شاء الله نوفق فيها بإذن الله، وبعد ما نوفق بإذن الله نبقى بنفكر في الخطوة اللي بعديها. لكن خلاص أعتقد إن أنت مؤهل إن أنت تواجه أي حد، سواء الترجي أو الفتح الرباطي، لكن بشرط طبعا إن تفكر بشكل أساسي وبشكل مركز في المباراة، إحنا لسه ما عدناش الفيصل عشان نتكلم في الأمور دي كلها. بالنسبة لسبب رفض العروض اللي جت، أعتقد إن يمكن العرض اللي اتناقش بعد رحيل حجازي هو عرض مؤمن، وهو اللي عرض عليا مؤمن وعرض عمرو جمال. زي ما احنا عارفين احنا عندنا المشوار الافريقي واللعيبه كلها اللي جالها عروض مقيدين افريقيا، فمن الصعب جدا ان احنا نسيب حد في الوقت الحالي. ممكن مناقشه عروض في منتصف الموسم اي في فتره يناير، لكن في الوقت الحالي كل اللعيبه المقيده افريقيا رفضت تماما ان يتم الاستغناء عنهم. سؤال، هل اقتنعت ان صالح جمعه صانع العاب؟ وصالح جمعه كان بيلعب يوم بيلعب صانع العاب، لكن أسئلة الجماهير ساعات بتبقى بعيدة عن الواقع شوية. صالح جمعة لاعب جيد، لكن في ناس ما هو لعب في الفترة الأخيرة وظهر بشكل كويس يقول لك ما كانش بيلعب ليه؟ ما هو جاوب قبل كده على الجماهير، لكن الجماهير ساعات بتاخد بالها من حاجة وتنسى حاجة. هو صالح نفسه قال إن أنا قصرت في حق نفسي لفترة طويلة جدا، فكنت بعيد بدنيا وفنيا، فبالتالي كان أمر مشاركته مش موجود لأنه كان ما كانش جاهز بدنيا، ما كانش جاهز فنيا، فبالتالي كان بعيد. لكن اما ركز في الفتره الاخيره بقى موجود معانا، لان انا عندي اقتناع بامكانياته وقدراته، لكن بشرط ان هو بقى جاهز فنيا وبدنيا يعني. بالنسبه لسؤالك للبديل الامثل لحجازي، زي ما احنا عارفين احنا يعني عندنا في المكان ده اكثر من لاعب، اذا اتكلمنا على رامي ربيعه، اذا اتكلمنا على نجيب، اذا اتكلمنا عن رامي، واعتقد ان في بدايه الموسم اللي احنا نهيناه يعني دوت بطوله الدوري العام، معظم المباريات لعبها في البداية كان نجيب وسعد، لكن طبعا برضو بنشوف حد في المكان دوت أو ممكن توظيف حد في المكان ده. عندنا أكثر من لاعب ممكن في الوقت الحالي زي أحمد فتحي، زي محمد هاني، يعني لا قدر الله لو في ظروف طبعا وفي يعني صعوبة للثلاثة دول المتوفرين ممكن دول نستخدمهم. يعني في سؤال ان معظم المحترفين اللي بيجوا او الاجانب اللي احنا بنستخدمهم من افريقيا، اعتقد يعني صعب جدا ان تجيب لاعب من اوروبا، لان لو في لاعب من اوروبا عنده مواصفات وامكانيات قريبه من اللي النادي الاهلي طبعا بيبقى طالبها، اعتقد ان هيبقى عنده فرصه ان هو يحترف في اوروبا، ومفيش لاعب هيبقى عنده فرصه ان هو يحترف في اوروبا يجي في افريقيا. فهو المنطق بيقول كده، ان معظم اللعيبه بتيجي على اساس الفكره ديت يعني.